أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الرئيسة في شارع الجنوب اليوم. اليوم سوف نتحدث عن جامعة أسوان، هذه الجامعة التي تعتبر ضمن الجامعات الأخيرة في الجامعات المصرية من حيث استقلالها عن جامعتها الأم، إلا أنها ولدت عملاقة وتقدم خدماتها بالأساس في الطبع لأبنائها الطلاب والعملية التعليمية وما يتعلق بها، بالإضافة إلى دورها في التعاون مع المجتمع المدني لتقدم خالص تجاربها في أي مجال من المجالات المختلفة. الحديث حول الجامعة ورؤيتها المستقبلية وما يتعلق بموضوعات أخرى من حيث دخول العام الجامعي الجديد 2024-2025، يسعدني أن يكون ضيفا معي في الاستوديو الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال. سيادة الرئيس، بنبارك لك ثقة القيادة السياسية في تسيير أعمال الجامعة لحين إن شاء الله صدور القرار الجمهوري بتعيينك رئيسا لجامعة أسوان إن شاء الله. قوي ويعني مشاهدينك الكرام، دائما من حسن ظنهم كده ان شاء الله الرحمن في الفتره القادمه باذن الله. ان شاء الله، وانت ضيف كريم على برامجنا طالما قمت بنشر الوعي والفكر والثقافه والعلم من خلال البرامج المختلفه للقناه الثامنه وخاصه في برنامج شارع الجنوب، فاستفدنا منها واكيد الساده المشاهدين استفادوا منها. دكتور لؤي، الفترة القادمة لا شك أنها تمثل تحديا بالنسبة إليك على المستوى الشخصي وبالنسبة لما تمر به مصر في ظل جمهورية جديدة تسعى إلى تأصيل البحث العلمي وتقديم خريج من الجامعات يتناسب مع متطلبات العصر بما يمثله من قيام نهضة حقيقية على أرض مصر يستفيد بها الوطن والمواطنون. ما هي الرؤية المستقبلية لك في جامعة أسوان خلال الفترة القادمة إن شاء الله؟ بإذن الله، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلت عشان أما بعد. يعني فعلا لك حق تقول أنا ما يقرب من 24 عام حاليا وأنا في جامعة أسوان، فيعني كان لينا باع طويل مع جنابك والزملاء الموجودين في شارع الجنوب. كان لينا صولات وجولات بقى كثيرة، واختيارك موفق جدا النهاردة لمشاهدينك الكرام في ان احنا نعرف ايه الرؤيه المستقبليه القادمه من التعديلات التي حصلت طوال هذه السنوات الماضيه. بالفعل جنابك تطرقت لكلمه مهمه قوي في المقدمه، الا وهي الجمهوريه الجديده. وعشان فعلا نقول الجمهوريه الجديده، يبقى بنقول ان احنا بنحصد حصاد بذره زرعت ما يقرب من 8-9 سنوات بنحصدها في الايام دي، الا وهي الرقمنه. والرقمنه بقت موجوده معانا في جميع مجالات حياتنا. يمكن بنشهد الايام دي الا وهي التنسيق للثانويه العامه وابنائنا الطلبه انهم ابتدوا يلتحقوا بالمرحله الاولى. فاتحين ابواب جامعه اسوان في اربع مقار، بسحاري واسوان الجديده وكليه الهندسه والتجاره وكليه التربيه التجاريه النوعيه. المقار دي مفتوحه عشان شغاله بمكاتب الاي تي. بنقول لطلابنا اي حد عايز يجي ينسق تنسيق يتفضل، طبعا متاح انك تكون في البيت وتشتغل في تختار الرغبات بتاعتك. ما بطلت بقى رغبات في ايامي وايامك كده، نعم، اللي كان الكوبون ويتلزق الطوابع. الطوابع ولو غلط عملته غلط ترجع تشتري طابعه جديده. لا دلوقتي بقى كلها الكترونيه. ما يعني في ظل الجمهوريه الجديده بقول لك بنجني سمار جميله جدا، لان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم قوي بهذه البنيه التحتيه التي اسست من سنوات عده، وبنجني بقى سمار ان انت هتقدر تنسق من البيت. طب يبقى فيها صعوبه شويه لان اول مره وابنك موجود او بنتك موجوده وممكن النت ما بقاش جاهز او كده. لا طب انا ممكن اروح في سايبر، هيبقى في استغلال وفي كلام زي كده. طب انا عندي ابواب الجامعه مفتوحه لناس هايلي اكسبيرينس موجودين بيقعدوا معاك في دقائق معدوده بتقدر تعمل الرغبات، بل بالعكس بنقدر ان احنا نغير من رغبه لرغبه ما كانتش موجوده على ايامك زي ما قلت لك. وفي اخر خالص لما تبقى عايز تبقى اخر حاجه تعمل سبميت، و بيقدر يديك كمان هاند برنت طباعه انك رغباتك اللي اخترتها عباره عن كده. ما فيهاش بقى اخطاء، ما فيهاش حته اني اخترت الرغبه غير الرغبه اللي انا عايزها، لا لا لا، دي ميسره جدا وفي دقائق معدوده بيتم. الباب مفتوح لابنائنا الطلبه ممكن يجي مع ولي امره. ده جزء من تقديم خدمات الجامعه للمجتمع. بالظبط كده. ودي مش لاول سنه، ده احنا عملناها دي كذا سنه على التوالي بنعملها، فبقت الناس عندها اكسبيرينس عاليه جدا في ان يقدر يعمل لك رغباتك في دقائق معدوده.
جاست بس جيب ورقه وقلم رصاص والاستيكه واملى بايدك كده الحاجه بحيث بس ان ايه نبيضها على طول في تايبست من غير لما لسه نقعد نتناقش هناخدها ولا ايه. ما انت متفق مع الوالد والوالده في البيت على انا هختار كليه ايه الاول ثم ايه الثاني ثم الثالث، وطبعا بيبقى المجموع. بالعكس بننصح ابنائنا الطلاب ان الكليات اللي هي بيبقى فيها اختبارات قدرات لازم تنجح قدرات عشان تقدر تخشها، يعني ما تحرقش الرغبات في كليات ما دخلتهاش مش هتنفع تجيلك انك ما دخلتش القدرات بتاعتها. وكان يعني تيسيرا في ايامنا الجميله دي بقى بنعيشها، الا وهي انه الغيت بعض اختبار القدرات من العام الماضي في بعض الكليات زي كليه التمريض كان بيجرى في اختبار قدرات من قبل، وبعدين تيسيرا على ابنائنا الطلاب في ظل الجمهوريه الجديده قلنا لا يعفوا منها، لان حاضر اختبار الطالب في الحقنه مثلا بتتم ازاي ولا اما ده لسه جاي يتعلم ايه المجال التمريضي، فطبعا بالتالي اعفيت منه هذه اختبارات القدرات بس بقت قاصره على كليه التربيه الرياضيه بنين وبنات ايام بلجان مخصوصه للطلبه وايام تانية للبنات. بيتعمل الكشف مش هقول الطبي او كده لا، بنبص على المظهر بنبص على بعض القوام لان ده لازم يكون الفيتنس بتاعه يعني متناسق ويكون محقق شروط معينه بس تتناسب مع الكليه وطبيعتها ما يكونش فيه حاجات ظاهره، لانك هتطلع يا مدرب يا لعيب يا يعني انت هتشتغل في المجال الرياضي يبقى ان الكليه دي عمليه بحته يعني ما فيهاش مثلا جزء كله نظري لا 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 دي حتى المحاضرات بيبقى فيها عملي، فلذلك بنعمل اختبار القدرات دي وانس نجحته تقدر بقى ليك الاحقيه تقدم في جميع كليات التربيه الرياضيه حلوان وبورسعيد وكلهم ومجموعك بقى اشوف هيجي فين. طب ما جاليش تربيه رياضيه اسوان ايه نهايه المطاف؟ لا يسر الامر جدا من معالي وزير التعليم العالي الاستاذ دكتور ايمن عاشور بان بنعمل حاجه اسمها تقليل اختراب اللي هو ايه؟ يعني ما انا نفسي اخش كليه التربيه الرياضيه اسوان بس جات لي تربيه رياضيه بورسعيد، بخش على النت برضو وبقدر اعمل تقليل الاختراب لاني بقول بطاقه الرقم القومي بتاعتي اهي وشهاده الثانويه العامه، فبخش في تقليل الاختراب تجي لي المحافظه اللي انا عايزها. فاسبيل مثال انا من ابناء اسوان كنت عايز تجي لان زي ما انت عارف بطلنا النظام الاقليمي لان كان يجي يقول لك ايه قاصر بس على ابناء المحافظه، لا النهارده كليه التربيه والسنه دي العام الثاني على التوالي بقينا شغالين نظام 3+1 زي ما اشتغلنا كليه الطب 5+2 ونجحت جدا وكليه التمريض 4+1 ونجحت فائق النجاح. بنعيش بمعنى ايه دكتور 4+1 5+1 3+1 4+1 و5+2 5+2 هي كليه الطب بقت 5 سنوات وسنتين امتياز بتخش طالب والطالب بقى لا ده طبيب تحت التمرين بقعد سنتين بتقاضى مرتب عن كل شهر بقعده في خلال السنتين دول بقيمه 2500 جنيه يعني شغال انت طالب والدوله بتدفع لك 2500 جنيه. طب بعمل ايه؟ بخش في المستشفى الجامعي ويجوز اقدر اكون في احد المستشفيات مش الجامعيه اسوان؟ لا ينفع عندي كليه التمريض الاعداد كثيره ففي بعض منهم من ابنائنا من المحافظه وفي محافظات اخرى، لا بقول له روح خد سنه الامتياز بتاعتك في المحافظه الايه؟ بتاعتك هتبقى ما بين ولي امرك واسرتك وبيدونا اختار بايه؟ ايام الحضور بتاعتك عشان اصرف لك المرتب بتاعك بيتقاضى 2200 جنيه في كليه التمريض. طب هقعد على المده دي لازم تقعد 12 شهر كاملين، طب جيت شهر اجست لا خلاص تقعد 13 يعني انت لازم تمضيهم 13 شهر كي تاخد الشهاده يعني مش هتنفع تاخد الشهاده من غير ما يكون قضيت سنه التمرين بقى سميها او الامتياز وخلافه. هنعمل اذا فكره الساعات المعتمده لازم تكمل الساعات بتاعتك بالظبط كده. هنعمل بقى نفس النظام في كليه التربيه على مستوى الجمهوريه، هيبقى كليه التربيه 3 سنوات عدينا اول سنه هندخلنا على السنه الثانيه اهو وفضلهم سنه ثالثه وبعد كده يقعدوا مدرس في المدارس الحكوميه مرحله ابتدائي اعدادي ثانوي يقعد لمده عام سنه 12 شهر يدرس للطلاب. ما دي مهنتك دي مهنتك فبقت هياخد مقابل برضه ولا دي لسه ما اتحددتش؟ لسه ما اتحددتش بس يعني بيبقى فيها طبعا تسهيلات شويه في جمهوريتنا الجديده زي ما يسرنا للطلاب كليه الطب وكليه التمريض ايضا ان شاء الله الرحمن يكون ليهم ناجي جديد بفكر خارج الصندوق. ليه؟ ما هو الطالب ده هو الموظف بتاع بكره وهو الخريج اللي انا اعتمد عليه، طب ما نشركه معاه في الحياه حاليا، وانت عارف ان كان في عجز اصلا كتير جدا في القطاع الطبي وقطاع التمريض غطيه لما عملنا 5+2 و4+1 نفس السيناريو ان شاء الرحمن
بنوعد بقى يعني التربيه والتعليم ان هناخد طلابنا هيروحوا سنه كامله يشتغلوا مدرسين، هتملي بقى الفجوات اللي موجوده والعجز ايوه اللي بقى موجود، واللي هو دايما ايه يقول لك اشتغل في مدرسه خاصه وماليش دعوه بالحكومه، يعني ما بلدنا. ما انا اقول كده وانت تقول كده وده يقول كده طب ما مين هيشتغل في المدارس؟ وعايزين نرفع الكفاءه العلميه قوي للطلاب، والقماشه بتبتدي من الابتدائي والاعدادي. يعني اوعى تفتكر في الثانوي هقدر اغير القماشه اللي جايه لي، لا 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 لا. انا ممكن انزل بالمستوى التعليمي شويه لان الطلبه اللي عندي الدفعه كلها هتسقط، ما هي جايه لي ضعيفه، هعمل ايه؟ هخليهم كلهم سقوط؟ ما بينفعش، فبضطر انزل. طب ليه بقى؟ لان جاي من الثانوي ومن الاعدادي والابتدائي ما كانش يعني قوي شويه، ليه؟ الحصص اللي بتتجمع وما بتتاخدش بقى ويجمع ثلاث حصص في بعض. لكن في الجمهوريه الجديده وتطوير التعليم ما قبل الجامعي كان اساس في الرافد اللي ممكن يوصل للجامعات بشكل يتناسب مع قدراته و امنيات يعني وطلبات الوطن. بالظبط، لك حق في هذا. فطبعا بالتالي هتلاقي العمليه تكامليه، يعني ان كانت من ناحيه التعليم العالي بيساعد في التربيه والتعليم، والتربيه والتعليم برضو بيساعد ان بيدي لك طلاب نابغين في التعليم العالي، هتلاقي كله بيعود بالنفع على مصر. وبالتالي كمان ايضا بقينا تكامليين، ما احناش بس قاصرين على كده، لا من عندي كليه التربيه الرياضيه فيها قسم سباحه. طب ما انا ما عنديش حمام سباحه. حبني حمام سباحه بكذا مليون جنيه، شوف بقى الاسعار دلوقتي بقى بعد ما الدولار عمل دبل جامب هيبقى بكام الاسعار دي، ودايما حاجات منها كثيره بتبقى زي المواتير والفلاتر والكلام ده بتبقى جايه مستورده. لا بنتعاقد مع نادي اسوان الرياضي في الاوقات اللي ما فيهاش رواد النادي واعضاء النادي بيستخدموا حمام السباحه ولا تمرين الفرقه هناك، بنروح احنا نأجر الملعب السباحه يعني حمام سباحه وبنتمرن فيه. يبقى دي شوف وزاره الشباب والرياضه بتساهم في تنشئه الشباب ومساعده العمليه التعليميه. ما انا عايز اقول لك جميع الوزارات بتتكامل. عندي برضو احد الاماكن في زي بيت الشابات المسلمات خدناه للعام الثاني او الثالث على التوالي سكن للطالبات، بدل ما اصرف ملايين ملايين وقرب نص مليار تقريبا عشان ابني مدينه سكنيه للطلاب ضخمه والاستفاده منها ماشي على طوال العام موسميه زي ما انت عارف، لا طب انا اتعاقدت مع مدينه سكنيه اوريدي مبنيه وفي موقع رائع بيتهافتوا عليها بناتنا، خلينا البنات لان اصلا بتاعت بنات الشباب المسلمين، وتعاملنا معاهم وعملنا بروتوكول ناجح جدا في انه السكنه موجوده والامن هناك موجود وحاجه ممتازه. جاست بس كل اللي بعمله بجيب وجبات الفطار والغداء والعشاء بعربيات الجامعه بتروح توزعها على بناتنا الطالبات في المدينه الجامعيه التي اجرت من الشباب المسلمات. شايف لما يحصل تكامل ما بين الوزارات كلها مع بعضها وده بيدفعني ما هي دي الجمهوريه الجديده. تمام، وده بيدفعني برضو لفكره كانت مبتكره ورائعه الحقيقه في الفتره الماضيه لما بدون ذكر اسماء احد البنوك تعاقدت معها عشان يكون الاي تي ام بتاعه او الكارت بتاعه اللي بيدفع بيه المصروفات ويتعامل بيه هو نفسه كارنيه الجامعه، بحيث احنا نقلل من التكلفه اعتقد 5 مليون في السنه. التفاصيل ده ايه دكتور؟ صح لك حق. يبقى برضو القطاع المصرفي اما يساهم في العمليه التعليميه ما بيعود بالنفع على ابنائنا وبناتنا طلبات وعليه كمان بالنفع. طب اللي هو ايه بقى؟ بنجيب الكارت اللي هو زي الكارت معاك الميزه واي تي ام، واقدر اشتري بيه المشترات بتاعتي، واقدر اخش بيه الجامعه، واقدر اخش بيه المكتبه، واقدر اخش بيه المدينه الجامعيه. يعني بقى الكارت ليه اكتر من اربع ومحفظه الكترونيه، بقى الكارت اكتر من كذا استخدام. وفر عليا طباعه الكروت الموجوده، لان زي ما جنبك قلت مطبعه ضخمه والكارت بقى ممغنط مميكن عامل زي البطاقه الرقم القومي بالظبط، دي مكلفه مش الوطنيه. يقول انا ممكن اساهم في هذه الجزئيه، ده شامل عني عبء وميزانيه اقدر اوفرها بقى لحاجات اخرى، اقدر اوفرها وجبات الطلاب اللي هي مدعومه دعم جامد جدا، اقدر اوفرها للمدينه الجامعيه للانتقالات والمواصلات. يعني عايز اقول لك التكامل مع بعض هو ده اللي بيؤدي الى نجاح الدوله، وده النهج اللي ان شاء الله الرحمن بننهجه في 2030 والرؤيه المستقبليه في الاستراتيجيه الجامعه بتنهج هذا النهج، ان بنمد يد العون لكل من يقدر انه يساهم معنا واحنا نساهم معاه. فجنابك فعلا تفضلت بجزئيه معموله ناجحه في العام الماضي هتكرر باذن الرحمن في العام القادم وبقيه الاعوام القادمه باذن الله. وبيستمر معاهم طول الاربع سنين او الخمس سنين او ايا كان المده، مش محتاج انت تصدر له كارنيه كل سنه. بالظبط، دي وفرت علينا اكتر، واخد بالك؟ وبنحط الداتا على البطاقه، يمكن اصلا بطاقه الاي تي ام زي ما انت عارف عليها بيانات فيها شيب بتحط عليها بيانات. بالظبط كده، لكن عايز حتى نكتبها بقى،
ليه؟ لان طبعا مش معقول اخدها احطها على المكان. طبعا دي حاجه متطوره جدا ان الاقي بوابات الجامعه انك تاخد الكارت وتفتح لك زي بوابات المترو او كده. لا هتبقى عاليه شويه او مرحله يعني قادمه. انما لا مكتوبه بحس فرد الامن بيقدر يبص اسمك موجود كليه ايه عشان ما يجيش كليه غير الكليه والفرقه كام. ايوه ومعها صوره ظهرها ظهر الكارت. فطبعا كلها افكار خارج الصندوق بتخلي الاستراتيجيه بتاعتنا تبقى طويله الامد نقدر يستفاد منها. كان حتى قلنا لجنبك ان هل فعلا خلص الدراسه يسلم بقى الكارنيه؟ قال لك لا ممكن يستخدمه كميزه اخرى طول ما البنك متعاقد معاه. طب ما هو كان ما هيتخرج كان هيصدر بطاقه عشان يبقى مميز كان يقدر يجيب بيها مرتب مرتبات بتاعته ما يتعاقد في وظيفه يعني او خلاف. لا ده ممكن يستمر معاه على طول. فيعني عايز اقول لك التسهيلات حلوه جدا والافكار خارج الصندوق بتعيد يعني بربحية على جميع القطاعات وليس قطاع التعليم العالي فقط. نعم. انتقل لجزئية أخرى دكتور وأعتقد أن الجامعة ستستمر فيها وهي فكرة فوز جامعة أسوان في التصنيفات العلمية والعالمية على مدى عدد من السنوات. ده بيؤدي إلى أولا رفع تصنيف الجامعة جامعة أسوان في هذا المجال وفي نفس الوقت بيحقق استراتيجية للدولة المصرية متعلقة بالبحث العلمي وضرورة الاهتمام به وتطبيقه وغير ذلك من الأمور. إيه موضوع البحث العلمي وما هي رؤيتك المستقبلية أيضا للبحث العلمي في جامعة أسوان؟ والله أنت عارف أن المثلث ثلاث أضلاع لأي جامعة ألا وهي التعليم عشان طلابنا الأندر جرادويت والبحث العلمي للطلاب الماجستير والدكتوراه والضلع الثالث تنميه الخدمه والمجتمع بخدمه البيئه والخدمه المجتمع. فطبعا الثلاث اضلاع دول لازم يكونوا متكاملين مع بعض. ففعلا زي ما جنابك تفضلت قطاع التعليم بنعمل فيه يعني جولات فيه جامده جدا. ابتدينا نقول مثلا من بدايه الصيف السنه دي مع نهايه اخر يوم امتحانات الطلاب ابتدينا نجدد في المنشات ونشوف ايه المعامل اللي مثلا اجهزه استهلكت مطلوب انها تتغير يعني تستبدل نشتري بعض من المكونات والكيماويات وخلافه. برضو بالعكس كمان نقدر نقول بنبتدي نصلح بعض من الاساس او المراوح بقى والتكييفات وخلافه في المدن الجامعيه وفي المحاضرات وفي القاعات. كل ده ابتدينا نعمله زي الصيانه دوريه شامله خلال هذا الصيف. ايضا قطاع البحث العلمي برضو بنطور نفسنا فيه بان احنا نشوف ايه الطلاب اللي بيحتاجوا مزيد من اجهزه ومعامل عشان يقدروا يخلصوا الجزء العملي بتاعه. او بعض الطلبه في الكليات النظريه بيخلوهم ينزلوا سوق العمل عشان نبدلهم تصريح يبتدوا يجمعوا دراسه ميدانيه او خلافه. بنيسرهم الامر جدا في هذا المضمار عشان يقدروا يعملوا ابحاث. الابحاث لما بتتنشر في مجلات نسميها زي كيو 1 كيو 2 سي لها تصنيفات كده هو بترفع رانك الجامعه. يعني رانك الجامعه ارتفع لما جميع الزملاء الموجودين والزميلات ابتدوا ينشروا في مجلات ودوريات علميه ذات معامل تاثير عالي اللي هو سبيل الامباكت فاكتور. المعامل التاثير العالي ده ليه معادله بتتحسب في النهايه ويقولوا عملنا كام بحث في ارقى ليفل ارقى مستوى اللي هو الكيو 1 زي ما بنسميه. طب لما نيجي انت وانا وغيرنا نشرنا في هذه المجله او مجموعه مجلات طبعا على حسب كل تخصص وكلهم لازم يكون كيو 1 دي بتخلينا نتنافس مع بعض الجامعات الاخرى بنلاقي ترتيبنا اعلى. وكانت دي من ضمن الحاجات الموجوده ان ترتيبنا تصدر. ليه؟ لان كان عندنا اكبر نسبه ابحاث منشوره عالميه في دورتها معظمها تبقى عالميه كمان مش بتقبل اي بحث يعني لازم بتكون درسته كويس وشافت مدى بحث حديث بريزالت ونتائج يعني فائقه كويسه جدا تضاهي العصر الموجود واخد بالك انت وعليها تحليل كويس باناليسيس كويسه مكتوب ريتن كويس جدا وباي انجلش طبعا طبعا بياخد بقى المراكز الاولى في المجلات والدورات العالميه. وبالفعل كان عندنا مجالين في مجال الهندسه خاصه مجال الهندسه الكهربائيه وفي مجال العلوم والرياضيات من كليه العلوم وخلافه اخذوا فيه اعلى المراكز الموجوده ونوعوا على اكبر نسبه علماء في افريقيا كانوا 2% من موجودين من جامعه اسوان. فدي برضو ضمن الحاجات اللي بتساعد على الرانك ان زي يتحسن ويبقى افضل. طبعا في عوامل ثانيه كتيره اللي هو زي مثلا تشوف ايه مساحه الجامعه بنسبه عدد الطلاب دي برضو احد العوامل. يمكن ما تلاقيهاش في جامعات اخرى موجوده. هي الجامعات ما اصل بنصنف الجامعات ل ثلاثة ليفل. جامعات الام اللي بنسميها المزر يونيفرسيتي زي عين شمس والقاهره واسكندريه واسيوط دول اربع كبار
موجودين. يجوا بقى ايه ورام يعني المجموعه الثانيه اللي هو السكند جنريشن ده زي بقى المنصوره والزقازيق والمنيا واخد بالك انت وجنوب الوادي واخد بالك وقناه السويس وكذا جامعه بقى موجودين في الدلتا واخد بالك ودول موجودين. يجي بقى في الكاتيجوري الثالث الجامعات الناشئه. جامعات الناشئه يكون شيء مر عليها اكتر من حاليا بيسموني 20 سنه اصون منهم اسوان من ضمن الجامعات اللي ايه يعني تقريبا 12 سنه ايوه بالظبط من 2012 12 سنه من الاستقلال لكن طبعا كان فيها جامعات فيها كليات اقدم ما كانت فرع من جنوب الوادي من اسيوط الاول ومن سوهاج بعد كده ومن جنوب الوادي مظبوط فالجده بتاعتنا اسيوط ثم هم بتاعتنا جامعه جنوب الوادي ثم انفصلنا وده نهج في الجمهوريه الجديده كويس جدا. ليه؟ لان لما استقلت اول جامعه من جامعه جنوب الوادي الا وهي سوهاج استقلت عن الجامعه ثم ثالثة في الترتيب جامعة أسوان ثم جاء عليها الترتيب جامعة الأقصر منذ حوالي 3 سنوات ثم السنة دي في الغردقة والجامعة الموجودة في الغردقة في البحر الأحمر دي بقى الجامعة بتنفصل لدرجة حتى كانت هي ماسكة جميع المحافظات الخمس دول جامعة جنوب الوادي لكن لما للتباعد بقى والكتلة السكانية تقدر انك تفتح جامعات في كل محافظة من دول وده نهج جديد نهج الدولة ونهج كويس جدا فطبعا بالتالي بقى ايه يعني خطوة كويسة جدا ان يحصل ان كل جامعة تكون مستقلة بذاتها بس هيبقوا الجداد غير الام واقعين في الكاتيجوري بتاع انهم جامعات ناشئة ويعني من مبارك الكريم بقول لك ان امبارح كان في عندنا زياره من وزاره التعليم العالي جايه بتفتش علينا من الناحيه البيئيه والتنميه المستدامه عشان بنتنافس ونرفع الرانك بتاع الجامعه ان احنا من ضمن الجامعات الناشئه ايضا لنا في التنميه البيئيه وراحوا شافوا الصرف الصحي شكله عامل ازاي المياه الزراعات قد ايه والخضره وبيقيسوها بالمساحات واخد بالك هل بنستخدم مثلا بعض من الدراجات في التنقل داخل الجامعه مش خارج الجامعه وشافوها ووثقوها وفعلا كانت وزاره الشباب والرياضه مدينا ما يقرب من 20 دراجه بنستخدمها لاي طلبه يقدر يتحرك بيها وكلام من ده او بعض المسابقات فهو عايز يشوف ايه النواحي البيئيه اللي بتستخدمها الجامعه في التدوير والمخلفات وازاي بتعمل فصل للمخلفات الموجوده شافوها ووثقوها التخلص من نفايات الخطر بالنسبه لجامعه اسوان المحارق الموجوده في المستشفى المحرقه الطبيه الامنه برضو اطلعوا عليها وشافوا بانفراخ غزاوي متعاقدين مع شركات ولا لا عشان تنقلها فدي كل الحاجات دي بتبقى ليه ريبورتس وبيسجلوها فيمكن بالصوت اللي بعتك كنا امبارح موجودين اشادوا بيها وقالوا انه من ضمن الجامعات الكويسه جدا وان شاء الله نتمنى من الله نحوز مركز من اللي هيدوا مركز اول ثاني ثالث بترفع الرانك بتاع الجامعه في الضلع الثالث الا وهو البيئه وتنميه المجتمع طبعا بالتالي هتلاقي الثلاث قطاعات كلهم بينجحوا مع بعض فيها ما بيبقاش في قطاع مختلف عن التاني برضو ايضا بيبقى من قطاع التعليم ازاي برضو بنرفع الرانك بتاعه عندي طالبة حصلت على الميدالية البرونزية في مسابقة لما انا مش اللي فاتت باريس لا اللي قبلها وكانت موجودة وكانت في كلية تمريض يعني كلية عملية مع ذلك كانت بتحرص على انها تمارس الرياضه مع الدراسه كانت عملت فيها شغل جامد جدا وكان حاجه بترفع الرانك برضو ايضا بتاع انك بتشوف ان ازاي في قطاع التعليم بندي مساحه لابنائنا انهم يتمرنوا ويلعبوا رياضه ويحققوا مراكز عالميه واولمبيه ودي برضو ما تلاقيهاش في جامعات كثيره الحته انك ترفع كفاءه الطلاب رياضيا وده اللي احنا يعني بنسعى فيه كده ان شاء الله الرحمن في الاستراتيجيه بتاعتنا في 2030 ان احنا جميع القطاعات تبقى يعني متكامله مع بعض ما بقاش من قطاع على حساب قطاع اخر لا بالعكس ده كله بيصب في المصلحه الواحده عشان تقدر يعني يبقى ترتيبنا في الجامعات افضل من جامعات اخرى موجوده برضو موجوده كانت مصريه او يعني او عربيه مثلا او افريقيه أقول لا ان شاء الله يعني طبعا وارد ان التعليم لما بيكون متحسن بيرفع لك انت اصلا الكفاءه لك ان تتخيل والله انا عايز اقول من مبارك الكريم دوا ان في اعلان نازل في المانيا وبيقول يا قطاع التمريض ينفع تروح تاخد دوره تدريبيه في مبادئ اللغه في معهد جوتا ومكانك محفوظ تشتغل في قطاع التمريض في مستشفيات المانيا ده مربوط من لجامعه اسوان يا بين مربوط لاسوان مربوط للامانه لجامعات كثيره فكنت بتكلم عن مصر بصفه عامه مصر بصفه ليه بقى ما ليه شافوا الكفاءه بتاعه التمريض
في مصر. ولذلك راح قال لك اخدها هناك. طب وان يسر برضه للناس الامر شويه، طب هي جت ازاي؟ هنقولها من بركه الكريم. مستشفيات عالميه في المانيا، بدل ما بقى العرب يروحوا يتعالجوا في امريكا وفي كندا، لا بقى يروحوا يتعالجوا في المانيا. طب محتاجين نجاح اي عمليه ليست اجراء العمليه وبس، لا دي ما بعد العمليه. واللي قالها لنا السير مجدي يعقوب ان هو ازاي بقى عالمي، لانه كان بيعمل العمليه بتاعت القلب المفتوح وبيقعد يمرض على العمليه بعد ما تتاكد كي يطمئن انها نجحت، فزادت شهرته في هذا المضمار. فطلع ان نجاح العمليه بالتمريض ما بعد العمليه وبعد الجراحه. فشافوا ان البنات المصريات كفئات جدا وهيقدروا يتعاملوا مع العرب الموجودين، فراحوا قالوا افضل ناس يقدروا يعتمدوا عليهم هم المصريات. ففعلا نزل هذا الاعلان، ومش عايز تكون بيرفكت قوي في الانجليش، لو انجليش ده هتكلمه الماني، ومش عايز اكون في الالماني فائق، لا ده انت مبادئ اللغه. ايوه مبادئ اللغه، بس تعرف تتحرك وهناك هتمارسها اكتر. لكن ادي بقول لك ادي الاعلام موجود من بركة الكريم، بقول لجميع كليات التمريض وليست كليه التمريض اصلا فقط، كل كليات التمريض هذا الاعلام موجود مفتوح الباب، اتفضل اسال عنه وهتشوف التجارب. عمرنا ما كنا بنعمل كده الا لما كنا رفعنا الكفاءه بتاعت التعليم للأمانة. اكيد اه، ورفعته في عده كليات. نجاح نجاح برضو ان الدوله مرت في التعديات الماضيه دي بنجاحات كبيره في عده كليات. شهر رحمن المرحله القادمه بقى الكليات الاخرى، ما انا مش هقدر اعمل كله في وقت واحد، الميزانيه لا تسمح تحت الدوله. فان انا بعض قطاعات ثبتت كفاءه في دول اجنبيه، ده رنك عالي جدا بالنسبه لي طبعا. اه يمكن ما بقوش بس قاصر على الدول العربيه، وبقول لك وبيروحوا الدول العربيه خاصه قطاع التمريض بيروحوا كتير جدا في الدول العربيه، تصليح الاجهزه الطبيه والمعايرات والاشعه والتحاليل كلهم معظمهم من عندنا كليات التمريض بعد ما بيخلصوا. انا كنت يعني لاحد الاماكن بعمل معاهم كده زي ريسيرش كده، لقيت طلبه لسه حيشتغلوا في الخليج قبل ما يتخرجوا، قبل ما يتخرجوا فكرونا بايام الستينات كنا يعني نعم. بس كان يقول لك في التوقيت ده كان الطلاب وخاصه الهندسه كان بيبقى معاهم عقد العمل قبل ما تتخرج. فتخيل بنعيد العصر الذهبي ده تاني، انك تلاقي حد بيتخرج ضامن وظيفه. اه انا عايزين نعمل كده، ما انا عندي كم بشر كتير، ودي ثروه قوميه. من ان يعني ساعات الناس تقول لك عدد سكاننا كتير، بس علمهم هيغزوا العالم. ومش هقول لك وبلاش العالم كله، احنا بس لو المنطقه ويبقوا قوه ناعمه لمصر بالظبط، لو الخليج بس قدرنا نستعيد. واحنا كنا موجودين، اه كنا موجودين، وكنا جميع الوظائف كانت موجوده. ده في بعض من الوزراء في الدول الخليجيه ومنهم وصل رؤساء جمهوريات قال لك كنا اتعلمنا في مدارس مصر. اه والافارقه تحديدا كمان جامعه الازهر في جامعات المصريه سواء كانت القاهره او عين شمس بالظبط. احنا دخلنا بقى ناحيه الافريقيا كمان، وده اللي بقى الشوط بتاعنا القادم ده، ده يبقى احنا يعني مش عايزين حاجه من تاني كده. دي بالنسبه لنا نعم كبيره من عند ربك الكريم، ان نقدر نعمل سبريد كده في جميع الدول، وده كده ذات يعني ذات صنف بالنسبه لنا، ويبقى انجاز حلو قوي. وان شاء الله الرحمن ده عاكفين عليه في جميع المجالات وليس مجال الطبي او مجال الهندسي فقط. دكتور لؤي، اذا كنا اتكلمنا عن ضلعين من الاضلاع المثلث الثلاثه، الضلع الثالث وهو متعلق بالبيئة وتنمية أو خدمة المجتمع، تنمية البيئة وخدمة المجتمع. الجانب ده مهم للغاية زي ما أشرت، بيتم التفتيش من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الجامعات المختلفة، وبالطبع نتمنى التوفيق لجامعة أسوان في حصول على المركز الأول في هذه المسابقة إنجاز التعبير. لكن بيوت الخبرة الموجودة داخل جامعة أسوان في مختلف المجالات التي يمكن أن تقدم خبراتها والعلمية وربما البحثية لحل بعض المشكلات اللي موجودة في المجتمع سواء كان في المجال الصناعي أو في غيره من المجالات، جامعة أسوان بتعمل إيه في هذا الضلع الثالث؟ يعني برضو يعني تشير هان كده على الجزئية بتاعت البيئة دي، في أن ما يقل من أسبوعين معالي الوزير المحافظ اللواء إسماعيل كامل عمل اجتماع ودعانا ليه عشان المشروعات الذكاء الخضراء، مشروعات ذكية الخضراء. وعمل لهذا الندوة وتلاها منذ ما يقرب من يومين أو ثلاثة فاتوا كده، عمل ورشة عمل وابتدى يقول فيها يعني إيه مشروعات ذكية خضراء
عشان تخدم البيئه، وعايزين ننشط مش بقى ابنائنا طلابه بس، لا ده عايز ينشط جميع المجتمع المدني، لانه عايزك تخليك انك تشتغل من حاجات بيئيه زي جنابك ما قلت، بس يدخل فيها الشق التكنولوجي. بمعنى ايه؟ يبقى فيها جزء من البرمجه، يبقى جزء مثلا زي سيدات الاعمال ومجلس قومي للمراه، معنا عديد جدا من القطاعات يعني مشاركه، انك بتعملي حاجه يدويه بس انت عملتها وعايز اسوقها، فممكن يسوق الكتروني وتبتدي تعرضها على مثلا ويب سايت معين او موقع معين بالظبط كده. طب انا ما اعرفش، لو ماله بنستعين من الجامعه تساعد رائدات الاعمال الريفيات اللي بيقدروا يعملوا منتجات يدويه فائقه ينقصهم التسويق. التسويق مش هروح اجيب بقى الناس يجي يزوروا داخليين سياحه داخليه عشان يجي يزورك، استغل التكنولوجيا بقى ولا اجانب، لا استغل التكنولوجيا في ان انا ابرز المنتج بتاعي واعمله على اكبر نطاق، فاقدر استخدم تكنولوجيا المعلومات في هذا المضمار. مين يساعدني في دي؟ اولاد جامعه اسوان في الناحيه التكنولوجيه، سواء كليه الهندسه من قسم الحاسبات والبرمجه او كليه العلوم قسم الحاسب الالي، فعلا بيساعدوا الناس وجايبينهم ويدوهم دورات ازاي يعملوا. ايضا كليه التجاره، لان جم المنتج اللي انت عايزاه ده عايزه فلوس كام عشان تقدري تعملي استدامه فيه هذا المنتج على مدار العام، مش عارفه تعملها دراسه جدوى. فاضطرينا جبنا بعض الزملاء الموجودين في كليه التجاره راحوا يعملوا دراسه جدوى لهذا المشروع. واحنا بنعمل كل ده ليه؟ عشان ارفع كفاءه العماله اللي موجوده في اسوان، ولا نعتمد على الوظيفه الحكوميه ونعتمد على الابداعات واعتمد على المنتج المحلي الهاند ميد اللي العالم كله بيجري عليه دلوقتي، واسعاره مش رخيصه، بالعكس ده دخل عمله صعبه لمصر بشكل كبير. يمكن كنا موجودين نروح قالوا ايه، طب ده احنا عايزين ناخد ولو حتى السيشنز كده ونقدر نحط منتجاتنا فيه في صاله وصول المطار اسوان، بحيث وانت نازل كده شوف بعض المنتجات ويبقى فيه بروشور، بحيث يا سائح يا اللي نازل خد بالك في الحسبان في حاجات من دي موجوده، يبقى خليها في جدول الزيارات بتاعتك فهتبقى برضو رائعه. فدي برضو جانبك تفضلت حاجه جميله جدا في هذا المجمر البيئي. ايضا يمكن معالي المحافظ كنا في اجتماع معاه وبيحضر لي مؤتمر سياحه بيئيه جديده، دي ما كانتش موجوده من قبل، هتتعمل لاول مره في اسوان السياحه البيئيه. طب والسياحه البيئيه دي بقى ايه؟ سياحه علاجيه،